قلت يا رب يا رب يا رب جيت بقى على البيت بكره كده مش عارف ادوس على رجلي. مكان الحقنة دي الثلاث ايام ويلكم كايرو. فاكرة السنة اللي فاتت لما اخدت حقنة وكنت بمشي رجلي في مشكلة؟ ايوه ثلاث ايام يا علم. قلت لها تاني فين؟ تقول العمل؟ عمل ايه؟ لا المسألة هي تقيلة بس عمل ايه؟ انا جبت له اتنين كاميرتين وسرنجة. ماشي ليه بقى؟ عشان التانية دي ياخد بها المحلول والتانية ياخد والتانية ايه؟ يحقن بيها. بس انت تحقن المحلول وتحقن الراجل هتبقى طبعا هيبقى في مشكلة في بعدين انا هنا انا كبير قوي. بعدين كلام انا اطلب من دكتوره مديها استاري اسمها ايه ده كريمه هوتي هنا من انا ايوه عملي كبير عشان انا مش قادره توقف يعني انا كلام توقف قوي مدام ده بعدين سكنا كمان لو انت عملت عمليه يقول لها انت مش محتاجه كريم حتة المكان العملية عملت يعني بقت حمراء وفي ألم بقى فلما بنروح لا 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 ما عندهاش حاجة. دخلنا على اليوتيوب واخد 7.5 كمان. دخلنا على اليوتيوب بقى لقينا كريم حلو جربته والله العظيم مش الحال. أنا كلام أنت لا تجيب أكريم ده أنتي وسيلة لو أميليا مع كريم انا مش عارف الكريم كان اسمه ايه بس لقيته في اليوتيوب فخلاص جبت لها دلوقتي مظبوط يعني ما فيش ما انا اكرم ده ليتشي وسيرو ده بكتير بس انا ما اقول ده اسمك ايه ملا خلاص ده عملية ما اقرا دواء كتير ده يعني بي حاجة دكتور كلام كده ده بتا ممكن في داكل ده اسمه ايه ده بعدين ده هوتي ده اسان ده كريم ده بتا ده تليتا كريمة هوتي بعدين سراب كمان دواء. ايوه كريم ده مهم لو عشان ده لو بترقص يعني هوتي كريمة يعني بيعملي بارد كويس ما بترقص لا لو كده توقع قوي ده بترقص ولا خيرك انت؟ لا مش من خيرك لو بيبي اميليا كده لو ما بيسوتي كريمة ايوه لو في عملية لازم تحط كريم لا. وبعدين كمان هو بيظبط الاسم ايه ده مدام نوها ده هنا 6 اكتوبر صح؟